ندعو الله ونقول: يا ربي، بقدرتك وبعزتك عجل بالنصر وبالفرج، اشتد أزمة تنفرج، قد آدن ليلك بالبلج. أحبابي في الله، خوتي المغاربة، رجال ونساء، كنت دائما في المواقف الصعبة اللي مرت على هذه البلاد، كنت دائما رجال ونساء في هذه المواقف، والحمد لله هذا بل ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، أنه جاءنا هذا الابتلاء حتى حنا نكونوا دائما يعني على هذا على هذا على هذا العمل نقوم به، باش ما نكونوش يعني جاهلين هاد المواقف. راه الجهل كل داء وعار، عار علينا يسكن دار، نحربوا هاد الكورونا كل واحد يجلس في الدار. يا إخواني، نجلسوا في الدار حتى تمر هاد البلاء بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.